والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. يقول الشيخ: في هاتفي مصحف إلكتروني، هل يجوز لي أن أقرأ منه؟ وهل ينتقص أجري من المصحف المطبوع؟ وهل يتوجب علي الوضوء عند التلاوة؟ نعم، اقرأ القرآن من المصحف المخزن في الجوال، ولا يجب عليك وضوء، لأنه ليس بمصحف، إنما تقرأ من كتابة في الجوال، ولا يسمى الجوال مصحفا، ولا يتعامل به على أنه مصحف، وإنما يتعامل به على أنه جوال، ولكن مخزن القرآن في شاشته، فهذا من الإعانة على تلاوة القرآن، ولله الحمد. نعم.